محمد بن سيرين الامام التابعي الكبير المحدث الفقيه مولى انس بن مالك رضي الله عنه قال مورق العجلي ما رايت احدا افقه في ورعه ولا اورع في فقهه من محمد بن سيرين اشتهر بتعبير الرؤيا قال الذهبي وكان له في ذلك تاييد الهي توفي رحمه الله سنة عشر ومئة من الهجرة